أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أسماء الله الفرد؟ يوصف بأنه فرد، ولا لكن أن يقال من أسمائه الفرد لا، لكن يوصف بأنه فرد، يعني واحد. نعم، فالمعنى صحيح، لكن الاسم توقيفي، لا ما يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولم يسمي نفسه بالفرد، لكن هذا من باب الإخبار، تخبر عن الله بأنه فرد يعني واحد. نعم.